السلام اخويا حسن، كده بخير اليوم كاين جديد غنتولوا كيما العاده؟ كيما الجديد الحمد لله باذن الله اخويا الياس. وكيف المشاهدين تيقول لنا حنا ما عرفناش المحل ديالكم فين. حنا كنتواجدوا في السوق عيون قرب من مرجان ديال الدريسيه. مرجان هو هنا كتدخلوا مع سوق العيون نيشان، نوريكم المحل. خلي الميرا اخويا حسن ضروري هي الاولى 06 69 12 60 91. هاي الميرا ديال خويا حسن، ونبداو نشوفوا المحل اخويا وندخلوا ليه ونتولوا. ومرحبا بالجميع. هذا الاخوان دخلوا ديال سوق العيون. بو محمد، تحية بو محمد مول الزيتون، أحسن بو محمد اللي بغى شي حاجة السلعة مليحة اللهم بارك. مرحبا. أنا الخو ديالي كتولدو أقوى مرة، هنا هو المقر، أي حاجة بغيتوها المحل معروف، دخل مع الباب نيشان على اليمين. نبداو خويا حسن، نبداو بالحوت اللي جا جديد. نبداو بالرانش والله يبارك. ها اخوان تولوا الله يبارك. حسن تولوا هنايا بالرانشو. الرانشو الله يبارك. كانوا مبرسطين على الناس، فنايا تباعت فنايا تباعت الرانشو. وتتمان لا تمانك تمان. الله يبارك. ها اخوان تولوا راه فيه الوينات. الله يبارك. حسن هاد لاطاي فرانشو شحال؟ هاد لاطاي شويه غليظه كتباع ب 100 درهم 120، حنا غنديرو لهم 80 درهم. كتبقى 80 درهم. عطيتي 10 سنتيم في لاطاي ديالك. والله الاخوان الله يبارك. فيهم اللوينات ومازال اللوينات اخرى. باقيين اللوينات اخرى نتوما نوريهم الناس اللي بغا يعزل له شوا كيبغى راه نصيفطو ليه السلعه ديالك. شوفوا هنايا لي بواسون روج. جا فيهم تم العداد. هادو تيتسموا سرازه. سرازه. ديال الاحمر سرازه. كبيرة دي سبحان الله راه غادي تجي واقي. هادي تاهي من الفصيلة ديال البواسون. هادي من الفصيلة ديال البواسون، السلازة غير غادي وكيبقاو باللون بهاد اللون، تيبقاو في البيض البيض والحمر. هادو الثمن؟ هادي الثمن غنديرو للمشاهدين ديالنا 20 درهم. 20 درهم كيبقاو الواحد. الله يبارك. 20 درهم كيبقاو البياسة. وفي العدد ياك اللي غادي نقول لك شي عاوتاني الجمله راه العدد الله يبارك السلام عليكم ماشي مشكل. حسن شوفوا الكوميد. الكوميد هنا. لا لا يقول في هذا الحجم الصغير. هذا مويان ماشي صغير. التقاده والثمن غنديروا لهم حنا تنهضروا على الثمن. والله يبارك. جمله بارتيكيلي اللي بغى شي حاجه الله يسخر ليه فيها. وفي العدد حتى هو. حسن الكوميد في هذا الحجم. اخويا الثمن ديال الاخوه ثمن زوين 20 درهم. 20 درهم بلاص. هذا هما الناس الدراويش اللي تيعجبوني، هذوك الناس الدراويش اللي تيبغوا لهم حتى زوينه رخيصه. ها هما بواسون كوميد. وهذا راه في الماء بارد معروف. معروف صحيح قد يعيش في البوكان. لا لا شو لا سرازه اللي تشوفوا هذا كلشي الماء بارد. هذا تا هو راه الماء بارد. هذا راه شو تا هو الماء بارد الله يبارك. حسن شوفوا هنا كاين هذا الحجم هذا. هذا كاين هذا لاطايش شويه غليظه. هادو الثمن؟ هادو 15 درهم. 15 درهم كيشقاو على الجبن. ومخلط فيه البياض، فيه الحمار، الحمار والكحل. كل هذاك اللي بالحمار والكحل. هاي كوان شاب بوصون روج. وين هاد لاطاي هادي انت هنا؟ حسن هنا الثمن؟ خويا هنا تنديرو لهم 15 درهم. ولكن اللي بغى الجبنة راه الثمن ديالو باين. راه معروف بوصيرو الجبنة بشحال كيتباع. البارتيكيلي راه 15 درهم ونعزلو ليه بياسات بلاد. هادشي اللي بالفرق. حسن دوزو لبياسات اخرين ديال الرانشو. كاين هادو الله يبارك. هادو الثمن حسن 80 درهم. تما 80 درهم. العطاي ديالهم فيه 10 سنتيم، الصحة ديالهم جيدة. غير الماء بارد راه صحاح، كيعيشو مع لي فوال دي شي لي بول، ما يحوش كامل. الله يبارك. كاين لي بواسون غوز. فيه العدد الله يبارك. هنايا حسن الثمن بواسون غوز. دابا الناس كنحسبو لهم 15 درهم كنعطيهم هذوك الكياسات الغلاط. اللي بغا كونتيتي 10 شوفوا شوفوا ندير معاهم الثمن ديال الاخر. اللي بغا 10 خوتات غنديرو ليه 10 درهم. كيبقى 10 درهم. اللي بغا 10 الفوق. 10 الفوق 10 درهم. الثمن ديال الجبنة.
دخلت تبارك الله نقيات صحيحه يلاه دخلت. حسن دوزو الفلاور الله يبارك، ولا الاخوان ديال الحوت كبير ولا ديال بوحد الله يبارك. هذا ذكرى حسن ياك بكير الله يبارك ديال الفلاور اللي عندي شي فاميل بغا يخدم اللهم بارك ديال الخدمه. الثمن ديالو اخويا حسن وهذا كيدير الثمن زوين كيدير 1200 درهم 1200 مازال مباشره كيبان كبير. الراج ديالو عنده شي 5 سنين 5 سنين دابا الله يبارك. انا تولاو لي خوان وكاين بياسات صغار غادي تشوفوهم ديال الفلاور مولف فيه عند بنادم تحق ليه. كيجي عارف كيضيع عمو اكيد ما قلنا تكيا وكاين فطاي صغيرة كاين هذا الفلاور الله يبارك. هذا تكير في هذا الحجم هذا شحال تكون عنده في العمر دابا حسن؟ هادو باقيين صغار هادو تكون عندهم شي تخوان مور بحال 3 شهور 4 شهور ما فهمتهاش. الذكر هو اللي كيكون بحال هكا سبحان الله تكون عنده ذكر بحال لابوس اللي في البخالة تكون عنده. فهمتي هي هذيك كتكون صغيرة. هادو حسن الثمن؟ هادو خو كوبل كيدير 1000 درهم كوبل 1000 درهم 1000 درهم ثمن ديال الذكر. حسن دوزو هنا الاوسكار من الاوسكار خويا ايديال الله يبارك. كيف هاد الطاي هادو؟ هادو تمن حسن؟ هو الاوسكار هو اللي كنا جبناه ب 80 درهم اليوم غنديرو ليهم 60 درهم كيبقى 60 درهم 60 درهم اوسكار. تبارك الله راه شي بياسات غلاض وكاع تمنيه 15 زادو في لاطاي في الحجم ديالها. هاي خويا الله يبارك تولو هادو تمن في الثمن تمن تمن قلنا حسن 60 درهم الله يبارك كون زوين هذا الكاس تمن 60 دوزو هاد البياسة اللي هنا حسن نفس لا مارك الاوسكار هادو فيهم النوار والصفر كاين اللي فيه بحال الاحمر كلهم مغلوق كاين الالبينو صافي بحال اللي بغا يخلط لوينات يخلط. هذا الثمن ديالو هذا الثمن هادو 60 درهم 60 درهم كيبقى الثمن ديالو. وهنا دانيو عشاق دانيو راه مابقاش شي حاجه قليله الثمن درهم راه تبارك الله غليظ 10 درهم 10 درهم كيبقى دانيو. وكاين هنا الاوسكار في هاد لاطاي هذا الله يرضى عليك الكبرى هادو راه هما اللي شفنا الصغار هادو كبار كبار ديالك هادو راه غاديين مع كنت الله فيهم غاديين وكيزيدو غلاضة الله يبارك. وهاد المرة دابا غنديرو لهم كوبل ب 1000 درهم كتبقى كوبل 1000 درهم ولعوا بهم الناس باش يتعشى ها دابا باقي الناس مسافرين هاد البياسات ما تيبقاوش والله ما كيبقاو الناس دابا ان شاء الله بداو يدخلوا من السفر دابا دعوا ثاني الولاعة الله يبارك. هادو قلنا 1000 درهم كيبقاو كوبل اللهم بارك. وكاين بيرانيا بيرانيا 200 درهم بيرانيا 200 درهم 200 درهم تما مابقاش فيهم بزاف بقاو شي 3 بياسات بقاو شي 3 ولات اغريسيف ولات قبيحة شي حاجة. ندوزو الروكا الروكا هنا البيض لما ندبر فيه شويه مع قوة الماكلة كنتهلاو فيهم شي غلاط. الثمن ديال الروكا الروكا انا نحسبو الخوذ زوين 800 درهم البياسة من الغلاط هما الزرون تاعهم كاين ديال 700 ديال 600 ماشي معقول. عبدان عادي حسن الكومباتو تو مابقاش فيه شي حاجة قليلة الكومباتو بقا هو شي حاجة ديال الهالف مول وشي حاجة ديال الهالف مول بقاش والثمن راه ثمن زوين ديال الاخوة باقي اللوينات تبارك الله في المستوى. سبحان الله زوين. كومباتو شحال الثمن حسن؟ خويا هاد الهالف مول غنقسمهم لهم 1000 ريال. كاين هذا تاهو الله يبارك. خمسين درهم حسن كما قلنا بقات فيهم شي بياسات قلال مابقاش بزاف فيهم حسن دوزو دابا للاكواريوم للاكسسوار ندوزو ليك ان شاء الله حسن دوزو للاكواريوم كاينين ديال هنا اللي مصايبين ديال البلاد وكاين ديال برا كاينين ديال برا غنشوفو ندوب هادو 35 سنتيم 35 يلاه بعيدين كنديرو في لا ليميير كنديرو فيه واحد الفلتر زوين
ديكوراسيون كامل كنديروا ليه واحد 5 حوتات ولا 6 بالماكله كومبلي تمام زون كومبلي غيتقام عليكم 350 درهم 350 في هذا الحجم هذا في هذا الحجم عامر بالاسماك والاكسسوار اللوازين ديالو كل شيء والديكوراسيون على حسب الانسان اش يبغي اللي كيبغي ناتشيغيل كي كيبغي ارتيفيسيال بحال هكا عادي كل واش يبغي في الذوق ديالو التشكيله ديالها والله يبارك كيف الحجم هذا؟ فيهم لي طايا هما راه كاينين لي طاي ديالهم موجودين شوف هنا عندنا جميع العبارات عندنا ديال 35 عندنا ديال 40 عندنا هي ديال 50 راه ما كنستعملوش كلشي بغي الكونتيتي راه كنصيفطو ليه السوق ودابا الكوالي عاد كيعمر عاد كيبان ما كيبانش عاد كيعمر ما يبانش شوفوا هادو ديال برا كاين هادو ديال برا تا هما فيهم لي طاي كيما الطاي صغيره كيما هذا مويان ديالو وعندنا هاد لي بوكال الناس صحاب لي بوكال بلاستيك عندنا من الصغير حتى الكبير دوك الصغيره 20 درهم 30 درهم 40 50 هذه 50 تمام هاد الاكواريوم هذاك 300 درهم هذا شنو كيجي معاه حسن لا ليميير الفلتراسيون ديالو وكنعطيو حنايا كادو من عندنا شويه ديكور هذا اللي هنا هذاك هو لا ليميير ديك او ديكور هذاك الثمن ديالو هذاك 300 درهم هذا هنا 500 درهم 100 درهم وكاين هذا الحجم هذا هذا لاطاي اخرى هذا في بولا تسمى سبيسيال في الكاتشور في واحد لا ليميير ديالو كتبدل فيها ثلاثة الوان هذا الثمن حسن هذا كيتقام 500 درهم 500 درهم هذا كاين الحجار الرملة نشوفوا الانواع ديال الحجار اللي كاينين هنا عندنا الكرافي الرملة صحاب الرملة هذه اللي كتجي بحال هذا الشكل هذا حسن هذا الاكواريوم لهنا عندنا الرملة رقيقة شحال دايرين الكيلو خويا هادو 15 درهم 15 درهم الثمن ديال الرخاو الريبا باش الثمن ديال الجمالة واللي ما عندوش بغا بارتي كيلي شي بركة راه غنتعاونو معاه ما غنصيفطوش بلاد هذا الرمل كيتغسل كيعكس الضو هذا شي حاجة سبيسيال وعندنا هذا الموديل آخر هذا هنا فيه لوينات زوينين هذا المهم عندنا الأحجار عاوتاني راه عندنا فيه لوينات وشيلات بالزيت داكشي بالزيت عندنا واحد حتى هو الطب ديالهم ها هو بحال كامل وهذا باش زوين اخويا الياس راه ناتشيغيل الناس اللي تيقلبوا على ناتشيغيل هذا ناتشيغيل هو اللي كيجيبو هذا حتى واحد الديكور ديكور زوين هادو الحجر قلنا الكيلو الحجر كيما قلنا هنا كلشي 15 درهم الكيلو خاصة دابا خويا اللي خدا الاكواريوم ما تما كيعرفوش كيفاش يعمروا كيفاش يخليو نوريهم داكشي من ازارو نوريهم الناس سابين هو دابا يلا خاوي اكواريوم يلا خاوي كاين اللي كيبغي يدير ما يديرش اكسجين كنديرو بحال هذا صغير كنديرو فلتر كيصفي الماء وكيطلق اكسجين او ميم طون كنديرو الكرافي هنا بارك الله الاول بسم الله تحط الكرافي كنجيب ديال الفلتر ديالك كيما هكا ساهل عنده واحد الفلتر بحال هكا جميع الفلترات كيكون عندهم بونجر بحال هاد البونجر اللي كتبقى تجمع لي ديشي ديال الحوت باش نوصل هذاك الوسخ ديالو هادي كتنيطوايا مرة في السيمانة أو 15 يوم على حسب الأكواريوم بزاف صافي ساهل شوية الماء بحال هكا كينسخ هذا كيصفي الماء ويطلق الأكسجين أو ميم طون وكيبقى التيو هذا اللي عطى الأكسجين والفريز على برا على برا بالنسبة للبوستير كنديرو ليه بحال هكا كنرشو الأكواريوم من هنا على الماء كنديرو ليه بحال هكا اسم الطريقة بسم الله حط لي يدك باش تاخد العبار ديالك بسم الله هادي كتشد العبارة على الجناب وكتقطع شد ساهل كتقطع مع الجاجة كتمشي مع الحرف ديالها كيتم غادي الموس أسهل طريقة هادي الراكليت عندنا كيديرو واحد الراكليت بحال هكا شي كريطينة ولا بحال هاديك الراكليت صغيرة ديال هكا كينصح غير بالماء هذا الماء هذا غير بالماء شوف لك الطريقه كتشان ها هو الكوستير بصح بسم الله هنا الاكواريوم موجود ديالو كتبقى لينا لا ليمير كنديرو شي بوله بحال هكا
البولا هي هذيك كديرها، البولا راه كتمشي على العبار ديال الاكواريوم. العبار ديال الاكواريوم شنو كبر الاكواريوم كتكبر واحد البولا. كاين هذيك الكحله وكاينه ديال الماء، اللي بغا يدير هذيك ديال الماء كاملين بحال هكا كتشدها بحال هكا كتحطها من الفوق وديرها بحال هكا. السلام عليكم. الشكل كيفاش كتجي وكدير دابا بقى المال ديال الموطور ديال الاكسجين. صافي دابا بقى المال داخل غير الديكور، الديكور على حسب هذا هو الفكر. دير البلون دير اللي بغيتي. واللي بغى الاكسجين راه بحال هكا كيركب، باش نوريهم الموطور اكسجين تيكون بحال هكا. كيركب ليه التيو ديالو كيهود الديفيزا. على حسب الحجم ديالو. على حسب هذا اللي بغيتي دير بالنسبة لهذاك اكواريوم صغير ما يديرش الاكسجين. هذا كيدوز بحال هكا وكيدوز. على هذا الشكل بحال هكا، هذاك هو الاكسجين او كدوزو من التحت. وكتبقى كتزوق كما بغيتي بحال الديكوراسيون. نشوفوا دابا هاد الاكواريومات اللي جاو جداد. جاو جداد. الناس اللي تيبغيو اكواريومات يشوفوا هادو فيه ثلاثة. فيه ثلاثة اكواريومات. فيه الكبير الموين والصغير. هذا اللي بغى باكي بحال هكا نيسرو معاه في هاد الباك. اللي بغى بحال هكا جمله كاين جمله غنحسبوا ليه بواحد الثمن زوين 1300 درهم ثلاثة اكواريوم. احنا نشوفوهم كاملين. ها هو هذا جبد هذا السامي هذا هو الكبير. هذا هو الكبير في المجر. هذا هو الكبير في الحجم. كل سنه من لتحت. هو هذا الشكل ديالو كيجي بالفلتر وبالبوله. هذا فيه لانيميير ديالو كاين الفلتراسيون ديالو. وهدف عندنا ثلاثة الوان، عندنا الغوص، عندنا الازرق، وعندنا الابيض. ثلاثة الوان. وغنشوفوا الاحجام الاخرين. شوفوا كنلقاو فيه واحد اخر. كنلقاو فيه واحد الشينو هادو الله يعمرها دار الله يسهل عليهم في هذا النهار هو عارف. كيقتصدوا عنا. كيقتصدوا عنا هذا هو الحجم الصغير، هذا المويان. جبدنا المويان حسن شوفوا. هذا الكبير. المويان هو هذا. تما كلشي كيجي بالفلتر وبالبوله. كاين لاليمير فيهم فلتر ديالو فيهم كلشي. حط حطو فوق منو. ها هو الشكل ديالو، هذا قلنا الكبير وهذا المويان. غنديرو هنا. وكاين مازال الصغيور ديالو. ها هو الكبير والمويان. والصغير هو هذا. الصغير. 1300 درهم، الثمن ديال الجنة اللي بغاهم ثلاثة الله يسخر لك. هذا تا هو الصغير بالفلتر والبوله. على جينا نحسبو عندك 300 و 500. 800 800 و700 1500 1500 اللي بغاهم 3 1300. واللي بغى لكل واحد قلنا الثمن كل واحد. الله يبارك. وكاين هذا الموديل الاخر حسنا. عندنا هذا شي حاجه زوينه طاكشيل. هذا بولا فيه طاكشيل. هذا 700 درهم. البولا راه فيها ثلاث الوان كتبقى 700. خاصنا ندوزو دابا للاكسسوار جديد الجديد. الناس اللي كيبغيو ولادات عندنا هاد الولادات اللي زوينه تبارك الله تيدير الكوبل هنا الفوق وملي كيحطو الوليدات كيحطو هنا لتحت. الديزاين ديالها راه زوين والكاليتي ديالها تاهي كاليتي زوين والثمن كثر منا. هانا الشكل ديالها. هانا كتعلق كتصاوب لها اللعيبات كيهودو تما. راه عندها فونتوزات ديالها باش كتعلق. كتجي كتعلق وسط اكواريوم كيبقى يبان لك كلشي هنا. هادي الثمن ديالها حسن؟ خويا 35 درهم. 35 درهم. الثمن ديال اخويا عندنا الصغيرة ديالها اللي صغر منا هي هادي. بسم الله. هادي صغر منا. الله طاي. وهادي الثمن؟ 30 درهم. هادي تخدم المولي تخدم ال بيبي المولي البلاتين كاع الحوت اللي كيولد صغير كتخدم ليها. وعندنا هنا الثالثة هادي تا هي بحال الولادة كبيرة. هادي من نفس الوقت ولادة ونفس الوقت سيباراسيون. ملي كيبغي يسيباري فيها شي حوته شي بلاصه كيخاف عليها كيسيباريها. كدير فيها الكومبوطور وتقدر فيها اي حوت من هي وشي حوته تيخاف عليها ضعيفه كدير فيها. الشكل ديالها زوين. ما فيهاش الشبيكه ديالها. المهم كتركب الشبيكه ديالها بحال هكا كتجي بحال هاد الشكل. الاكواريوم الشبيكه ديالها ديرها وسط الاكواريوم الا بغيتي كيما قلتي تسيباري شي حوته ولا كيما دار لها ماشي مشكل. هادي الثمن 40 درهم. 40 درهم هاكا يقلب لكم على الهوته. الهوته والهشاشه الثمن 40 درهم. ما كانت الهوته ما عندنا والو. لا زوينه زوينه كاع الناس كيديو. عندنا هنا فلتر. هادو كانوا موصلين الناس يكون عندهم موطور اكسجين شويه فيه الصداع. وليا بغينا ندير البومبا. هادي ديال البومبا
الانتربيولوجي ديال البومبا. فيه السيراميك، فيه كلشي ديالو، راه فيه السيراميك، فيه بالنسبه للبونجات كيعطيو جوج وكيزيدو معاهم جوج كحلين سكر. ها هما معاهم كيبقاو هذوك جوج خضرين، في جوج كحلين سكر بحال هكا. هذا الثمن ديالو، الثمن زوره السيراميك ديالو فيها كلشي. خويا هذي كدير 130 درهم، 130 درهم كيبيعو 220 درهم، دير ليه 130 درهم. وين الناس يتولعوا السيراميك ديالو، جيب السيراميك كلشي هذا منو فيلتر منو الاكسجين فيه كلشي. ها انا خوتي شوفوا السلعه كي دايره قدام عينيهم. ها ما كاينش يركب صافي، كي داير جبد الماء كيخوي الماء من الفوق. هذا نفس الوقت قد يصفي الماء حتى هو الاكسجين، حيت البومبا ديالو مجهده. هنا في هاد لي بواط هادو كيداروا السيراميك، سيراميكا ملي كيقدامو هادو شويه بغيتي تبدلهم بالكحلين وتحيد هادو كدير الكحلين شونج. هو الشكيل ديالو زوين زوين، كاين فهاد الحجم هذا حسن، كيلصق بحالكم من الداخل، فهاد الحجم كيلصق من الداخل وكيبقى ديك كتلوح الماء لداخل. هو الشكيل ديالو جميل، الله يسخر الجميل. ندوزو لهذا حسن، هادو الناس اللي عندهم شي بحال هكا شي حوت صغير فيه الحوته بغات تولد كيخاف من الفلتر اللي يجر ليه. هذا اصغر فلتر تقد ديرو كديفيزور او ميم طو كفلتر، فيه برودوي ديالو باش كيصفي الماء، فيه بونجا شي حاجه صغيره ديال الاكواريوم الصغير. 25 درهم كيبقى 25 درهم، 25 ديفيزور هذا كتبرونشي مع الموطور ديال الاكسجين. تبرونشي مع الموطور كيبقى 25 درهم. تا هو فيه السيراميك ديالو، فيه المسائل ديالو بونجا. حسن ندوزو لهاد هنايا برودو خويا، عندنا هنا لاتورب، لاتورب امازوني ماشي اي اكاليشي، هاد الامازوني راه كيعرفوها الناس، واللي السعة ديالها فيها 3 لتر اللي كنقولو حنا بحال شي نقولو 3 كيلو، والثمن ديالها خوتي الثمن ديال الاخوة. هادي غنديرو لها 130 درهم، 3 كيلو ماشي حتى 1000 ريال الكيلو، راه كتباع 250 270 وحسان من عندي من الشينوا لعندي لعندكم اللي يسخر الجميع. حسن ما عنديش على فكره، هادي كنديروا لها لتحت، دير هي الاولى كتفرشها بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لي بلونش. عرفت كدير الكرافي، عرفت كتلوح سوا الزريعه سوا كتحط لي بلونش، هما بحال تيتغداو منا ف المواد اللي تتغدي الربيع. قلنا 130 درهم دايرها حسن، 130 درهم وفيها 3 اتر. هاي اللي خصو اللي بغى الكونتيتي جمله، اللي بغى فيها كونتيتي نقص ليه الجمله، اللي بغى كونتيتي نقص ليه. كيما قلنا خويا حسن يرسل جميع المدن، جميع المدن. وسمحوا لنا خوتي اللي ما جاوبناش هاد الايامات، راه كنا مسافرين واحد 3 ايام مشينا مع الوالدين، اللي ما جاوبناش ضروري كنجاوبوا في الاخر كنجاوبوا ان شاء الله، وغيكون الجديد عاوتاني السيمانه الجايه. حسن عاود لنا النمره خويا، 06 69 12 60 91. انا اخوان ميود اخويا حسن، وكما قلنا رئيس جميع المدن ومرحبا بالجميع، وتحياتي لخويا حسن، الله يسلمك.